أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الأمم المتحدة ترفض الشروط المسبقة في مفاوضات جنيف السورية. محتجون في طهران يقولون أموالنا تنهب وترسل إلى العراق وسوريا ولبنان. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تؤكد رغبتها بالتفاوض مع الاشتراكيين الديمقراطيين. إندونيسيا تعتزم إجلاء 100,000 شخص من منطقة بركان بالي. قتيلان وعشرات الجرحى في انفجار شرق الصين. الإعلان عن 7 أعمال بالقائمة الطويلة للفنون بجائزة زايد الكتاب في الإمارات. ميلان الإيطالي يستغني عن خدمات المدرب مونتيلا. ورسميا الأمير البريطاني هاري يخطب الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.